نتحول الآن إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. رجاء رمزي والتفاصيل رجاء. شكرا محمد، شكرا سحر. مشاهدين أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أكد الاهتمام الذي توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية. تعد المنطقة لتكون مقرا للصناعات التكنولوجية والصناعات المغذية والمكملة لمشروعات الوقود الأخضر. وخلال استقبال وفد جمعية سيدات الأعمال الألمانية أعلن جمال الدين البدء قريبا في أنشطة تموين السفن والاستعداد للتموين الأخضر، وذلك بحلول العام 2026. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية على أهمية المقومات التي جعلت من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهة الاستثمار في مختلف القطاعات ونقطة محورية في مسار التجارة في العالم، نظرا لموقعها وامتلاكها 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كلانسدال التوقيع على اتفاقية مشتركة ما بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو وشركة سكاتك النرويجية، ذلك للتعاون المشترك في مجال تنفيذ المشروعات الخضراء، وتشمل المشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر. وأوضح الملا أن الاتفاقية تأتي تأكيدا للالتزام من الدولة المصرية بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحد من التغيرات المناخية، وفي إطار التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية في هذا المجال. وإلى أسواق البترول العالمية، حيث واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي، إذ عوضت توقعات تقليص الصادرات من روسيا تأثير زيادة المخزونات في الولايات المتحدة، أيضا المخاوف بشأن النشاط الاقتصادي العالمي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة بلغت 0.78% لتصل إلى 82.85 دولار للبرميل. هذا أيضا صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.78% لتصل إلى 75.98 دولار للبرميل، فيما انخفضت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 0.28% لتصل إلى 2.67 دولار للتر. في المقابل ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 4.88% لتسجل 2.43 دولار، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على هبوط مع تزايد المخاوف من أن يتمسك الفيدرالي الأمريكي بموقفه المؤيد للتشديد النقدي لفترة أطول. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة بلغت 0.47%، بينما فتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بنسبة بلغت 0.97%، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع بنسبة بلغت 1.61%. نهاية هذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا، عودة مجددا إلى سحر ومحمد، فإليكم. شكرا لك رجائي.